بابي انا اسف نقصتك بابي ايدك على 10,000 ليرة. اوه ليش يا فوفو 10,000 ليرة؟ بابي انا عزمت رفقاتي تيتو ونونو على حفلة نائل النفوري لانه هي اخر يوم بغني قبل ما يروح على الجيش. ياي قبرني قبرني بده يروح الجيش؟ ايه بس مو حرام مو حرام هالشاب الحلو اللي مسمسم اللي مثل القمر يروح الجيش؟ يا الله منون ياخذوا المطربين البشعين بداله ويخلوا لي هاد الي. اسكتي اسكتي، اصلا انت مو اخذ عليك غير الشباب الحلوين، هلا هاد مطرب هاد يخرب بيته ما اغلظه ما في جنس الرجوله. بصراحه انا ما بحبه. ليش انت مين بتحب بابا من المطربين؟ يا بابي انا بحب المطربين اللي فيهم قوه ورجوله مثل انكل مايكل جاكسون. ياي شو بحبه لهالشب. ياي هلا انكل مايكل جاكسون كله رجوله، اتروح عيونه شو غليظ، اصلا ما في غير بيعمل عمليات تجميل وبغير لون وشه. بليز بليز لا بتجيب لي سيرته لانه عم تلعي نفسي. هي لعيت نفسك مامي؟ لتكوني حامل؟ لا مامي لا حبيبي لا تخاف انت، هي شغله مستحيله. انت بس تطلع على ابوك وبتعرف ليش مستحيله. اسكتي وشغلينا هالتلفزيون لحتى نتفرج على المسلسل البدوي. بابي ما تعطيني 10,000 ليرة اللي وعدتني فيها؟ خلص يا بابي مبلا، بس اقعد اتفرج على المسلسل البدوي لتتعلم الاخلاق الحميدة منه. طيب تبكين يمه؟ علاش تبكين؟ ترى ما عاش اللي يخليش تبكين. احكي لي وش السالفة؟ ابوك يا ولدي. ابوي. ابوك ضربني. هي. عذبني. مرمرني. ذوقني يا الويل بالنهار وبالليل، من يوم اللي تزوجته للحين. علاش ما قلتي لي السالفة من يوم ما تزوجته؟ شلون اقول لك وانت لسه ما كنت ولدت يا بهيم؟ بهيم؟ اي صحيح، شلون تقولي لي وانا لسه ما ولدت؟ وهسه قولي لي وش القصه؟ علاش قايمه قاعده؟ هالمره يا ولادي سمعت بالمصيبه الكبيره. هذا ابوك الخاين طلع متزوج من مرة ثانيه وعنده منه 4 اولاد. وترى في بعض الناس قالوا لي انه يبي يحرمك من الميراث. وانا تدري أبوك شيخ العشيرة وأمواله طايلة ولا رح يجي لك منها شيء. وش تقولي يمه؟ والله ما أكون مهاوش إن سكت على هالحكي. وش تريد تعمل يا مهاوش؟ أريد أقتل أخوتي من أبوي وأقتل له مرته الجديدة بعون الله. لا لا يا ولدي لا، روح هسا على المضافة وخذ البارودة معك وادخل على أبوك وطخها، تستلم انت المشيخه وتصير الاموال كلها لك. يمه وين الباروده؟ خذ الباروده يا ولدي خذ. مثل ما تريدين، اروح اقتل ابوي واستلم المشيخه. ابعون الله. يا لطيف شو قوية هالمره، معقولة في وحدة بتهوش الابن على أبوه من شان موضوع سخيف؟ شو يعني إذا تجوز عليها وحدة تانية؟ شو سيد ميمو؟ ناوي تتجوز علي يعني؟ إيه بدي أتجوز عليك ثلاثة، هيك حلل لي الشرع. بتضرب بتضرب ما أغلظك، ليش أنت بيطلع بإيدك أصلاً؟ مامي لا تخافي، إذا بابي سوى هيك أنا بصير مهاوش وانت بتهوشيني عليه. خلاص خلاص ها خلصوا الدعايات. يا والله يا والله يا ابو ولا اسكت اسكت سود الله وشك يا مطرب العشيره. زين زين سويت يا شيخ، زين سويت. اي بعد اذنك يا شيخ اريد اسمع من اخويا مشطاح قصه الحمامه.
يلا يا مشطاح اشطح على كيفك وسولف لنا سولفة الحمامة. هي يلا تأمر يا عم الشيخ. الحمامة اللي عندي البيضة والتحت جناحها بني. بعتها يا اخوي لحلب. وين؟ لحلب. وبعد يومين رجعت لي يا اخوي، رجعت لي. بعدين جاني واحد من زرعات بعته اياها، وبعد يوم ونص شفت عندي بالشق. بعدين يا عم الشيخ جاني واحد من اللاذقية. احد ولا زكي حزكي. اي بالله يا عمي، اي بالله ذكي كثير كثير. قضب الحمامة يا عمي، يمكنه سمعان عنها انها تفريش هوجه، وانا ما خلى بها ريشه واخذها. اها لا تقول لي عاودت. صدقني ها علي بالشاربي، بعد 15 يوم رجعت لعندي عشق. يا اخوي مشطاح شلون تعاود وريشه من التوف؟ رجعت مشي. مهاوش يا هلا يا ولدي، يا هلا. تعال يا امي تعال يا حمدان. تامر يا عمي صب قهوه لمهاوش. تامر يا عمي اني مشرب قهوه الخاين يبح. خاين؟ وايش قصدك يا مهاوش؟ ومن هو الخاين؟ انت الخاين يبح. تزوجت وحده ثانيه غير امي، وانجبت منها 4 اولاد، تريد تنطيهم الورثه وتهربني منها. ومنو قال لك هالحجي يا مهاوش؟ امي قالت لي. امك قالت لك؟ اسمع يا ولدي، هسه انا اريد اوضح قدام الربع لو ايش هاني تزوجت الثانيه. وجون بعلمك يا مهاوش وعلم الجميع، أنا متزوج 3 غير أمك، وعندي من كل وحدة 7 أولاد، وأبغي أطلق وأتجوز، أطلق وأتجوز، أطلق وأتجوز، حتى يصير عندي 100 ولد. يا ولدي أنا شيخ العشيرة، وأبغي المحافظة على زعامة هالعشيرة، وما تجي المحافظة على الزعامة غير بكسرة العدد، كسرة الولاد. يا ولدي أنا قاعد أضع لكم مجد واصنع لكم فخر، وانتم قاعدين تحشوا علي وتتهموني بالخيانة. بو عليكم. تعترف بعظمة لسانك انك تزوجت 3 فوق امي؟ هسا اطخك واشرب من دمك. لا يا نذل يا حسين. وقف وقف. ابعد. اتركوه اتركوه. ترى مهاوش اذا كان ابني ومن صلبي ومو من حرام ترى ما يقوصني. قوص يا مهاوش. يبا سامحني يبا، سامحني يبا، احف على ايدك يبا. انا خلاص يا مهاوش لا تخليني امشي قدام العشيره. يا شيخ طول بالك، طول بالك يا شيخ، طول بالك. لا اله الا الله. يا لطيف يا لطيف المشهد شو مؤثر. شايف يا بابي، تعلم الاخلاق من مهاوش وابوه. شو مفكرين من دون اخلاق يا بابي؟ هيك بده المخرج، لا مهاوش ولا ابوه. لا يا فوفو، لا حبيبي، هذا الموقف فعلا مؤثر جدا، وبتمنى انك تكون واعي وتفهم مغزى هالقصة الحلوة. حاضر مامي. يا بنت، مو هذا ميمو اللي قاعد على الحشيش مع فاتن؟ ايه والله هو، يخرب بيته
صاير نسونجي كمان؟ لا نسونجي ولا شيء، هو طول عمره بحب قعدة النسوان ليتعلم عاداتهم، بعدين مالك شايفتي لي شلون صاير مثل المرة؟ لك والله معك حق، بتعرفي اللي بيشوفه من بعيد بفكره مرة لولا هالشوارب اللي بوشه. أنا بعرف مرته كثير منيح، واليوم بدي روح لعندها وقلها إنه شفت ميمو هو ورفيقته قاعدين عم يحكوا مع بعض، لشوف شو بدها تقلي. شو بدها تقلك يعني؟ تقلك نسوان على بعضهم. فتوني بدي أسألك سؤال حبيبتي. تفضل. هلا أنتِ شو الصبغة اللي بتستخدميها لشعرك؟ كوليستون. يا مامي شو المفاجأة العجيبة مثل الأفلام العربية؟ وأنا كمان ما بفضل إلا الكوليستون. فتوني بدي أسألك، هلا أنو بيلبق لشعري أكثر أنا؟ الهايلايت ولا الليس ولا التجعيد؟ شو صاير عم تسأل أسئلة بنات؟ فتوني بدك الصراحة، أنت بيلبق لشعرك الهايلايت كتير، يعني بصير عندك خصلة حمراء وخصلة خضراء وخصلة شقراء. بيجنن. تعرف وأنا بنصحك نصيحة كمان، شو رأيك تعمل تاتو؟ تاتو؟ يا الاسم شو حلو، شو يعني تاتو؟ التاتو يعني الوشم، يعني انت هيك فيك مثلا تعمل تاتو لحواجبك، لعيونك، لتمك، لك فيك تعمل رسمة هيك عزندك. ياي شو بصير حلو اذا عملت وشم لشواربي، بطلع باخذ العقل. بس بتعرفي فتونة، انا مشهور بالوشم على دراعي، دائما بوشم الحيوانات المفترسة والمتوحشة مثلي. شوفي يا ماما بيخوف. بتعرف انت بتجنن، خليني روح قبل ما جن. مع السلامة فتوني، روحي. جاية بكرة حبيبتي. والله يا ام فوفو لازم تضبي له هذا جوزي، لعمى قاعد مع هي فاتن ولا على باله، وما في غير عم بيقول لها يسلم لي الخصر النحيب، يقبروني العيون الخضر، يسلم لي هالشعر مع انه منفد انفده. لعمى بقلبه، انت عم تحكي عن جد ولا عم تمزحي؟ طبعا عم بحكي عن جد، ومو بس هيك، سمعته عم يقول لها بكره بس نتجوز بدنا نجيب ولد وبدنا نسميه تاتو، وبصير انا ابو تاتو وانتي ام تاتو. ابو تاتو ام تاتو؟ وين سمعان انا هالاسم؟ تروح عيونه بده يسمي ابنه وشم حواجه؟ ماشي الحال يا ميمو، انا بفرجيك. شكرا كثير، شكرا كثير هدهود على المعلومات. ولا يهمك تقبريني، عموما انا وصلت رسالتي. اوكي يلا باي. مامي ليش عم تبكي؟ ما بحب شوفك هيك ابدا. اسمعي. I love you. مامي ليش عم تبكي؟ ما عادش اللي بده يبكيكي. أبوك ميمو يا فوفو، يا خسارة العشرة الطويلة معه، أنا يلي متحملة تصرفاته وطيشه ووالدنته بيعمل فيني هيك. أنا يا فوفو عايشة بندت من وقت اللي تجوزت أبوك. مامي ليش ما حكيتي لي من لما تجوزتوا إنه هيك عم يعمل فيكي؟ وشلون بدي أقول لك وأنت لسه ما كنت ولدت يا بهيم؟ كأني سمعان نفس هذا الحوار بالمسلسل البدوي اللي عم نشوفه، ما هيك مامي؟ صح. تقبرني شو ذكي. ما قلتي لي مامي شو عامل معك بابي؟ هذا أبوك الخاين طلع حابب علي وحدة تانية اسمها فاتن، وقال بده يتجوزها ووعدها يكتب لها مليون مقدم ومليونين مأخر. يعني بهيك حالة انت ما عاد يطلع لك شي من الورثة؟ لا تقوليها يا مامي، جاي على بالي شقشقة ثيابي ونتف شعري، بس بخاف تزعلي علي. لك حبيبي تروح عيونك، ما بدي اياك تشقشق ثيابك وتنتف شعرك، بدي تاخذ لي تاري من ابوك. يعني شو اعمل مامي؟ خذ هالبارودة هي وروح على بيت انكل ابو كيكي، تلاقيهم مجموعين هنيك، بتفوت بدون ما تحكي ولا كلمة، بتقتل ابوك وبتجي فورا. يلا. حاضر مامي. يلا لعبو. حرمي لك ايه ستة، لا بس تيجي حارتنا تتلفت حوالينا. عينك على حارتنا ولا عينك علينا. يلا عمو شو تريد؟ دبا كبا. يلا يا جماعة تفضلوا تعشوا. أنا ما بقدر أتعشى لأني متعشى على الكدس من اليوم يا جماعة. شفتوا فيلم الرعب تبع امبارحة بالليل؟ يا ليه يا ليه. أنا بدي إيش كل شيء لأني بحب إيش. أنا شو أنا إيش بس كتير كتير كان صعب. تنظيم سباتي
لا يا جماعة يلا هاي التسعة أنا هاي هاي ما تأخذوني يا جماعة أنا جاي أوس بابي لأنه زعل مامي وهلأ بدي أوسه يا أسي ترى مهاوش إذا كان ابني ومن صلبي ومو من حرام ترى ما يقوصني قوص يا مهاوش ويت ويت يا جماعة ويت يعني انتظروا اتركوا لفوفو هذا فوفو إذا ابني ومن صلبي ومو ابن حرام ما بيقوصني ما هيك بابا؟ بدي أوسك يا خاين آي قتلتني يا مجرم ميما ميما لا ايدك بالكسر يا يا اسي يا اسي حدا بيقتل بطال سارة ما يكون سامعك شيء ميما يا